أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستمرار في تنفيذ قرار إيقاف أنشطة دور الحضانات المرخصة من قبلها حتى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفي إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحفاظا على صحة وسلامة الأطفال صغار السن